الأحوال الله يعطيكم العافية. ملتقي مرة ثانية في موضوع جديد في الكمبيوتر ابليكيشن، اللي هو فعليا راح نحكي على الكمبيوتر انيميشن وسيميوليشن اند اوبتمايزيشن. راح نتعرف مع بعض على كل شيء من هذول الأمور في البداية، بعدين راح يكون في عنا فرصة أن نجربهم مع بعض في موضوع البراكتيكال. طبعا أنتوا في لغاية هالمرحلة اتعاملتوا مع دكتور خلدون في موضوع how to use spreadsheet وهالأمور هاي كليتها. فعليا احنا اللي راح نعمله هي إشي علاقة في السبريد شيت والأكسل شيت اللي إحنا اتعلمنا عليهم. خلينا في البداية نتفهم شو يعني كمبيوتر، شو يعني أنيميشن سيميوليشن أند أوبتيمايزيشن. زي ما شايفين رح نغطي هنا فعليا مقدم على الأوبتيمايزيشن، رح نحكي على سبريد شيت سيميوليشن، ورح نحكي كمان على في السبريد شيت سيميوليشن رح يكون في عنا مجموعة من السبريد شيت رح نشتغلها مع بعض، ورح نحكي على نوع من نوع الفيرتشوال لاب اللي هو كروكودايل سوفت وير، وكمان في عنا شيء اسمه فيرتشوال لاب. كل المواد افترض الماتيريال موجودة عندكم، فبالتالي ما في إشكالية. خلينا نشوف شو يعني اوبتمايزيشن. لما بنحكي احنا فعليا على اوبتمايزيشن، الاوبتمايزيشن هو عباره عن a process of finding a set of conditions that produce the best results. ماشي، هاي احنا قصدنا في الاوبتمايزيشن. تمام، هنا نشغل بوينتر. فالoptimization فعليا هو عبارة عن process finding a set of conditions that produce the best results. حتى نعمل هاي العملية، واحنا نعمل عملية تطوير لنيو ميثودز فور اكزامبل، احنا بنعمل عملية synthesis. فلما بنعمل عملية synthesis احنا بنيجي بنحكي والله it's better I mean to do this synthesis at 25 degree ولا على 30 degree ولا نستخدم 20% ميثانول. الهدف من هذا الحكي هو ببساطة انه يكون في عندي انا هذه افضل conditions بتعطيني افضل results. لما بنحكي افضل results لا يعني هو الكمية الكبيرة. احنا بنستخدم التيرم تبعت البيتر results، ممكن يعني high accuracy، better selectivity، faster operation، high yield. فاحنا في لحظة من اللحظات بدنا نوازن ما بين انه احنا هل بندور عليه هو يعني الكمية الاكبر فرضا، ولا بندور على purity. فرضا في مرات بكون في عندي انا synthesis بطلع في عندي انا two product A plus B. ماشي، هذول التو برودكتس انا ممكن اعمل عملية اوبتمايزيشن، ادور على انه ارفع درجة الحرارة فرضا، وازيد مثلا نسبة البوليرتي للسولفنت على اساس انه تكون كمية A هي الاكبر على حساب B، او العكس صحيح، بتعتمد حسب انا شو اللي بدي اياه. فكمان مرة الاوبتمايزيشن بالنسبة لنا هي عبارة عن process of finding the set of conditions that produce the best results. الهدف بالاساس هو يكون في عندي انا best results، هذا هو الشيء الاساسي اللي عندي. ممتاز، مثال على ذلك لما بنحكي على سبيل المثال في الاتوميك ابزوربشن سبكتروسكوبي. احنا في الاتوميك ابزوربشن سبكتروسكوبي في عندي فاكتورز بنغيرهم، في عندي على سبيل المثال level of light، width less light and monochromator، flame conditions، flow rate and مثلا اللي هي rate of fuel and oxidant. في الأورجانيك سينثيسز زي ما حكيت قبل شوي بإمكاننا نغير التمبريتشر، بإمكاننا نغير البريشر، كونسنتريشن أو كونسنتريشن اوف ستارتنج ماتيريال. راح نشوف مع بعض في الكروماتوجرافيك سيبريشن فاكتورز ممكن نغير فيهم، مثلا الكولوم لينث بإمكاننا نستخدم كولوم طوله 25 سنتي، بإمكاننا نستخدم الماتيريال اللي جوا تكون وضعها مختلف، تكون البارتيكل سايز مختلف، ممكن نستخدم بولاريتي اندكس بولاريتي للسولفنت مختلفة، ممكن نغير البي اتش، ممكن نغير التمبريتشر. هذول كلها فاكتورز. على سبيل المثال لو في عندي انا لما بحكي انا عندي اوبتمايزيشن، فرضا انا في عندي كنت عامل اناليسز لاربع ماتيريال. زي ما انتم شايفين عندي انا هنا ماتيريال رقم 1 و2، 1 بتمثل ماتيريال رقم 1، 2 بتمثل ماتيريال رقم 2، 3 4. هنا انا في عندي مشكله انه الوضع هنا كثير ممتاز، ماتيريال رقم 3 وماتيريال رقم 4 طلعوا في سيبريشن بينهم بيناتهم كثير ممتاز، لكن بالنسبه لواحد واثنين الوضع تبعهم سيء، انا غير قادر على انه افصل واحد واثنين. شو الحل؟ على سبيل المثال بامكان اغير الفلوريت. اذا غيرت الفلوريت شوي ممكن زي ما انتم شايفين عندي انا هنا هاي في عندي ماده واحد يعني قللت الفلوريت. لاحظ نرجع لورا شوي،
ماشي. اذا عندك انت هنا كل الديتكشن تبعي او كل الاناليسيس تبعتي خلصت ب 20 مينتس، خلال 20 مينتس طلعت واحد واثنين، كانت تفترض السرعه هنا 1 مل لكل لكل ثانيه، طلعت واحد واثنين طلعوا ملتصقين مع بعض، لكن 3 و4 كانوا هاي. لو غيرت الفلوريت شويه على سبيل المثال، غيرتها كثير، يعني انه بدل ما انهي التحليل خلال 20 مينتس انهيته خلال 70 مينتس، بمعنى خليت الفلوريت بدل ما يكون نفترض 2 ملليلتر بير مينت خليته 0.5 ملليلتر فرضا. فلاحظ انه انا في عندي 1 و 2 صفى السيبريشن تبعهم كثير ممتاز، فصلت 1 عن 2 و 3 و 4 ضلهم مفصولات. فانا بهالحكي معناته انا غيرت في الفلوريت عندي، وبالمقابل غيرت في حسنت موضوع السلكتيفيتي هنا او موضوع السيبريشن اللي عندي. هلا هنا في عندي انا سؤال كثير مهم بساله لحالي، انه هل انا محتاج اني انا افصل واحد واثنين عشان واستهلك 70 مينتس، ولا انا ممكن اشتغل ب 20 مينتس؟ هنا احنا اللي بنقرر بناء على ايش اللي احنا بدنا اياه. على سبيل المثال هنا لاحظ رجعت عملت نفس الشيء، بدل ما غيرت الفلوريت غيرت نوعيه الكولوم، غيرت نوعية الكولوم، استخدمت كولوم أفضل، فطلع عندي أن الأربع ماتيريال الواحد واثنين وثلاثة وأربعة، لكن التحليل كله خلال 20 minutes. هلأ لاحظ انه انا في الحالات هاي، هذا اللي احنا بنسميه اوبتمايزيشن، انه انا اغير في الكونديشنز على اساس انه تكون عندي انا بيست ريزلتس، فهاي هو خياري. ممتاز. لما بنحكي احنا قاعدين على اوبتمايزيشن بروبلم، قبل شوي نرجع للي حكيناه قبل شوي، حكينا قبل شوي انه انا لما غيرت على سبيل المثال الفلوريت اعطتني سيبريشن ممتاز لكن الزمن طول، لما غيرت الكولوم لينث اعطاني سيبريشن ممتاز افضل لكن في نفس الوقت في عندي الزمن افضل. معناته انا بحكي قاعد على اوبتمايزيشن، انا بحكي قاعدين على مالتي دايمنشن. شو القصد بالمالتي دايمنشن؟ خلينا نفكر في المثال اللي احنا اخذناه قبل شوي. انا ممكن اغير الفلوريت، ممكن اغير طبيعه السولفنت، ممكن اغير الكولوم تايب او اغير الكولوم تمبريتشر. انا باقي قاعد على 4-5 فاكتورز ممكن انا اغيرهم. هلا بشكل طبيعي انا ممكن اغير فاكتور اثر على الثاني. على سبيل المثال انا ممكن ارفع درجه الحراره يصير السيبريشن عالي، لكن تطلع عندي مشكله ثانيه. معناته احنا بشكل عام الفاكتورز مرتبطات مع بعض. هلا اذا كانت الفاكتورز اندبندنس هذا الحكي كثير ممتاز، معناته انا بغير الفاكتور الاولاني وبثبت المجموعه الثانيه، لكن اذا كانت الفاكتورز ار ديبندنس واحد على الثاني، معناته لو غيرنا فاكتورز بغير كل المشكله اللي عندي. بمعنى انا في عندي نفترض غاز موجود بتاثر في البريشر والفوليوم والتمبريتشر وعدد المولات. انا تغيرت، اذا ممكن اغير البريشر فالبريشر حكما بغير الفوليوم، ماشي. فبدنا نراعي هاي الامور في هاي. فلما نحكي قاعدين على الاوبتمايزيشن بروبلم، مشكله الاوبتمايزيشن بروبلم هي عباره عن مالتي دايمنشن. ليش مالتي دايمنشن؟ لانه ماني فاكتورز افكتنج ذا ريزلتس اوف ان اكسبيرمنت. كيف بدنا نتعامل مع الاوبتمايزيشن؟ في عندي انا اوبتمايزيشن ميثودز، في عندي اكثر من نوع من الاوبتمايزيشن ميثود. ابسط شيء حتى اعمل اوبتمايزيشن في زي الحال اللي حكينا عنها قبل شوي اللي نسميها changing one factor at the time. هلا هنا انا في عندي نرجع للمثال اللي احنا حكيناه، optimization by changing one factor at a time، معناته انا في عندي بتكون ممتازه للاكسبيرمنت لما تكون الفاريبلز ار اندبندنت. على سبيل المثال في الجي سي سيبريشن ما في عندي ريليشن بين الفلوريت والسامبل سايز، فانا بامكاني مرة أغير السامبل سايز ومرة أغير الفلوريت لأنه ما في علاقة بيناتهم. لكن إذا كان في عندي أنا في علاقة ما بين السامبل سايز والفلوريت، ما بقدر أستخدم هاي الميثود. فمعناته أول أوبتمايزيشن ميثود احنا فكرنا فيها اللي هي changing one factor at the same time أو at one factor at the time. النوع الثاني اللي هي بنسميها جرايد سيرش، اللي هي evaluate response of various set of variable that form a grid. ماشي. When a grid area with high response is found, size of the grid can be reduced focusing to the area that produce good results only. نتذكر شو معناته grid. grid لما يكون في عندي انا فعليا زي رسمة. ماشي. معناته انا شو اللي بعمله هنا؟ بعمل بشوف الريسبونس ماشي للفاريبل سيت في نفس اللحظة.
يعني انا بغير على سبيل المثال برفع في نفس اللحظه التمبرتشر والبرشر كلهم نفترض انه بنزيدهم بنسبه 5%، زدت التمبرتشر والبرشر بنسبه 5% مع والفوليوم نقص بنسبه 5% وبرسم العلاقه اللي بناتها اللي بناتنا. بنرجع بعيد التجربه كمان مره، برفع بنسبه 6% او 3% او 4% وبناء عليها انا بكون راسم هالمنحنى اللي بين ايدي او الكيرف اللي بين ايدي وبشوف انه والله مين افضل ريزلتس بتعطيني، وبناء على ريزلتس بتعطيني بحدد الكونديشنز الموجوده عندي. معناته في الجرايد سيرش احنا بنعمل ايفالويت زي ما احنا شايفين، ايفالويت ريسبونس اوف فاريبل سيت او فاريس سيت اوف فاريبل ماشي ذات فورم جرايد. النوع الثالث اللي هي الراندوم ميثود، وفعليا اللي احنا بنعتمد عليه كثير في حياتنا اللي هو الشيء العشوائي اللي هي يوز سامبلز ذات ديفرنت ان فاليو اند سيلكتد راندوملي. بمعنى انا والله في عندي انا بعمل عمليه سينثيسيس في المختبر، باجي بحكي انه والله في البدايه انا بدي اغير مثلا في الكونسنتريشن، مره اغير في الكونسنتريشن عشوائيا، مره ارفع درجه الحراره، مره اغير مثلا في البريشر اكثر من شغله عندي، فكله بامكاني انا اعمله في اللي انا بدي اياه. ممتاز. طيب هذه مشكلتها الأساسية إنه هاي this method is not very economical because a lot of time is spent. يعني إحنا زي ما بنسميها إحنا هنا بنشتغل بشكل عشوائي، فبالتالي إشكاليتها الأساسية إنه عم تأخذ وقت كثير وعم بتكلفنا وقت وفلوس. النوع الأخراني اللي هو بنسميها simplex method. simplex method اللي هي معتمدة على random method لكن بنوع من أنواع التطوير. random selection في هالحالة is replaced with a more systematic approach based on statistical design. حسب المثال بنعمل evaluation للresponse and use it to plan direction toward optimized condition. بمعنى انا هنا اللي بعمله هنا بغير اول شيء عشوائيا وبشوف اول ردة فعل، بعدين ببلش اشتغل فيها بشكل systematic. يعني رفعت درجة الحرارة الامور طلعت ممتازة، ممتاز شو برجع بعمل؟ برفع درجة الحرارة بمقدار درجة درجتين ثلاثة اربعة لغاية ما تطلع عندي ماشي. فهي عبارة عن ميكس ما بين الاوبتمايزيشن ما بين الراندوم وما بين الوضع اللي احنا متعودين عليه. ممتاز. هلا الموضوع الثاني اللي احنا بنحكي عنه اللي هو في عندي انا بنسميها سبريد شيت. احنا زي ما حكينا في محاضرة اليوم هي مقدمة للاشي العملي اللي احنا رح نعمله خلال المحاضرات الجاي. فحكينا على الاوبتمايزيشن، والنوع الثاني الموضوع الثاني نحكي فيه هي عبارة عن سبريد شيت. لما بنحكي قاعدين على سبريد شيت بنحكي قاعدين على انه يكون في عبارة عن برامج على الاكسل تعطيني قدرة اني احسب مباشرة ومش مضطر كل مرة ادخل الداتا اللي عندي. فهي اشي بنصمم احنا على الاكسل، بحيث هي انا حاط لكم عنوان لبعض الامثلة ماشي، لبعض الأمثلة الموجودة عندي هنا كيف بإمكاننا نشتغل عليها. طبعا احنا نجيلها بالتفصيل على الأساس، ما رح أدخل على السبريد شيت الموجودة هنا لأنه رح نجيلها فعليا، رح تأخذ معنا محاضرتين إن شاء الله بعد المقدمة. ممتاز. في نوع ثالث كمان حكينا عنه، احنا حكينا على الاوبتمايزيشن، حكينا كمان على الفيرتشوال لاب. الفيرتشوال لاب كمان اللي رح نحكي عنه رح يكون في موجود عندكم على الجوجل كلاس روم مجموعه من الفيرتشوال لاب ورح نشتغلها ان شاء الله مع بعض، رح تاخذ معنا مجموعه من المحاضرات. هي على سبيل المثال في عندنا البرنامج اللي نزلنا لكم اياه اللي هو الكروكودايل. لما بنحكي قاعدين على فيرتشوال لاب، فيرتشوال اعتقد كلكم مستوعبين هاي الكلمه اللي احنا عايشينها في الزمن هاي. فيرتشوال هو شيء خيالي. انا فعليا في الفيرتشوال لاب انا بدخل بعمل تجربة، لكن في نفس الوقت انا مش جوا المختبر، وهذا الحكي مفيد لنا في الوضع اللي احنا على سبيل المثال موجودين فيه. على سبيل المثال انه في الفترة اللي احنا كان في عنا مشكلة ايام الكورونا، احنا بدنا نضلنا نعمل تجربنا لكن في نفس الوقت احنا مش قادرين نوصل الجامعة. فالفيرتشوال لاب فعليا هو عبارة عن سوفتوير انا بضيف موادي مع بعض وبعمل التفاعل تبعي كأني بعمله في داخل المختبر، لكن انا مش عم بمسك المواد بايدي. فالفيرتشوال لاب هو عبارة عن اونلاين سيميوليشن اوف ا كيمستري لاب. It's designed to help students learn chemical computation with authentic laboratory chemistry. The lab allows students to select
from 100 standard reagent. معناته أنا هنا مش عم بتفرج على فيديو، أنا هنا فعليا بستخدم موادي زي ما أنا بستخدمها ماشي في الريال لاب. فأنا بإمكاني أعمل عملية selection لل 100 standard reagent and manipulate them in a manner ماشي assembling a real lab. طبعا بالتأكيد ما في مجال المقارنة ما بين الفيرتشوال لاب والريال لاب، لكن احنا هاي الحالات اللي احنا بنكون مضطرين فيها، معناته احنا راح نتعامل مع بعض في في السبريد شيت، راح ناخذ محاضرتين على الاقل نتعامل مع سبريد شيت ونشوف بعض الكالكوليشن. على سبيل المثال الكالكوليشن راح نشوفها، ممكن نحسب مثلا التيتريشن كيرف، ممكن نحسب يعني نشوف مع بعض ثيرموداينامك، راح نشوف في امثله كثير، راح تكون امثله مينلي من الجنرال كيمستري ومن الالتيكال كيمستري ومن الفيزيكال كيمستري. نفس الشيء راح يكون في عندنا فرصه نتعامل مع الفيرتشوال لاب، انه البرامج معكم راح تكون في عندي نوعين منها، اشي راح ينزل عندكم برنامج زي الكروكودايل او برنامج اسمه فيرتشوال لاب موجود راح يكون عندكم على تقدر تنزلوه على اجهزتكم، ونوع ثاني راح يكون باستخدام ال HTML اللي هو باستخدام النت، يعني نفس الشيء انت مش مضطر تنزل برنامج عندك لكن بامكانك تستخدمه. فهذا راح يكون في عندنا كمان براكتيكال عليه. الموضوع اللي وراه واعتقد هنا في خلينا نصلح الهاي، لانه هاي عندي انا هو الموضوع السادس وليس السابع. تمام، نظبط التاريخ، ممتاز. اللي هو الاشي اللي بنسميه QCR. برضو شو علاقة QCR في اللي احنا بنعمله؟ QCR باختصار هي عبارة عن Quantitative Structure Activity Properties Relationship. معناته QCR طبعا هنا موضوع QCR رح يتداخل عنا في منطقتين، رح يتداخل عنا في اللي احنا شغالين فيه خلال الاسبوع هذا او العشر ايام الجايات ان شاء الله، اللي هي على موضوع السبريد شيت وموضوع السيميوليشن والى اخره، ورح يتداخل كمان معنا في موضوع الموديلنج اللي رح نكملها ان شاء الله مع دكتور خلدون. هنا QCR هي اختصار ل Quantitative Structure Activity Property Relationship، معناته انا بربط ما بين الكوانتيتيف استراكشر والاكتيفيتي. طبعا هنا السؤال ليش هذا الحكي؟ مرات كثير بنسال حالنا احنا حاليا في الكل بيقول لك احنا بندور على دواء كورونا والى اخره، ممتاز. احنا حتى على سبيل المثال حتى نشتغل في دواء معين مش لازم نبدا من الصفر. احنا الاكتيفيتي او الفعاليه لاي مركب كيميائي هي مرتبطه بفاكتورز مختلفه، فلما الكيو سي ار او الكوانتيتي ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب هي كوريليت ميجربل اور كالكوليتد اوف فيزيكال بروبرتيز للمركب للبيولوجيكال اكتيفيتي. بمعنى انا والله في عندي مركب كنت استخدمه قبل هالمره زي البنادول وجع الراس، معناته انا بعرف الكيميكال ستراكشر تبع الباراسيتامول، والباراسيتامول ممكن استخدم حتى يعالج موضوع وجع الراس بين البين كيلر للغصنة، ممتاز. هل بمكن اطور في الباراسيتامول بحيث انه يكون فعاليته افضل؟ نعم، انا في البدايه بمكن احكي انه المركب الجديد اللي انا بدي استخدمه بدل البنادول الاكتيفيتي تبعته ايه، ماشي الاكتيفيتي تبعته ايه، وهي الاكتيفيتي تبعته بتعتمد على الاكتيفيتي الاصليه زائد اي تطوير انا بدي احدثه. على سبيل المثال بدي اضيف له فرضا مثل معين او اي شيء معين، ماشي. فبالتالي انا بعرف عليها انه الاكتيفيتي بشكل عام، الاكتيفيتي هي عباره عن البيولوجيكال اكتيفيتي، وهي الاستراكشر بروبرتيز الاصليه، اوكي، هي عباره عن ريجريشن فاكتور، بمعنى انا قاعد بزيد خطوه خطوه في تحسين او نخلي والله فعاليته اكثر. مثال، خلينا ناخذ مثال بجزء اكثر قربا للفهم. في عندنا دواء اسمه ايبوبروفين، وهذا الايبوبروفين معظمنا بناخذه اللي هو مسكن للالم، ماشي. زمان كان يستخدم بالايبوبروفين، بنسميه مثلا في بعض الشركات الاردنيه بتنتجه تحت مسمى ديكلوفيناك او ديكلوفيناك. كانت زمان تستخدم اللي يستخدم ديكلوفيناك بوتاسيوم او ديكلوفيناك صوديوم، اسف ديكلوفيناك صوديوم.
مؤخرا من اخر كم من سنه صاروا يحولوا من ديكلوفيناك صوديوم لديكلوفيناك بوتاسيوم، والهدف لها علاقه في الاكتيفيتي تبعته. معناته هو اصلا كمسكن الم ظل يشتغل كمسكن الم، بمعنى اخر الاكتيفيتي اي عندي زي ما هي، اوكي، ودي 1 اللي هي الاستراكشر زي ما هي، لكن انا لما شلت الصوديوم على سبيل المثال وحطيت بداله بوتاسيوم حسنت في الاكتيفيتي تبعته، فصفى كانه في عندي انا هنا K2 ودي 2 ماشي. فهاي في اللحظه اللي بيكون في عندنا الكيو سي ار قدرنا نحددها ماشي، معناته احنا قدرنا نحدد فعاليه الدواء اللي عندنا. لاحظ انه هذا كله بامكاننا نعمله باستخدام الكمبيوتر، مش مضطرين في لحظه من اللحظات، يعني احنا مش مضطرين في لحظه من اللحظات نحضر المركب حتى ندرس له هاي الامور. والدليل على ذلك، او خلينا نقول المثال اللي احنا ممكن نستخدمه بهاي الشكل، انه احنا لما بنيجي نقول والله احنا بنحضر دواء معين، يعني الان والله في تجارب كثيره ممكن نستخدم لقاح معين للكورونا فيروس. طيب على اي اساس؟ احنا ما جربنا، احنا ما راح يجربوا. واذا بتذكر في الازمه اللي احنا مرينا فيها خلال السنه يعني خلال الاشهر الماضيه، كان انه والله انا في عندنا احتماليه لوجود لقاح للكورونا. طيب ممتاز، متى بدنا نجربه؟ اقول لك لسه بدري على التجربه على البني ادمين. طب شو بيعملوا خلال الفتره هاي؟ في البدايه اول شغله كانوا يشوفوا الاكتيفيتي تبعته، يعملوا حساب للاكتيفيتي انه هل هو بينفع، هل هو كان يتصل مع البروتين اللي احنا بدنا اياه ولا لا يتصل مع البروتين اللي احنا بدنا اياه او مع الفيروس اللي احنا بدنا اياه. بعدها اخر خطوه ممكن يعملوها اللي هي فعليا انه يطبقوا على بني ادم او على انسان. ممتاز، شو الهدف؟ ليش بنعمل احنا كيو سي ار؟ الهدف حتى نفهم الميكانيزم تبع البيولوجيكال اكتيفيتي. لما بحكي قاعدين على البيولوجيكال اكتيفيتي بلاش حدا يروح مخه انه والله انه احنا بنحكي قاعدين على البيولوجي. البيولوجيكال اكتيفيتي احنا بنحكي قاعدين على الفعاليه البيولوجيه. القصد في الفعاليه البيولوجيه، انا لما باخذ حبه دواء ليش هاي حبه الدواء عم بتاثر والله على بطل راسي يوجع؟ ليش والله انا باخذ دواء للمعده بتاثر على هاي الامور؟ اهم من هذا الحكي انه احنا في اللحظه اللي بعرف فيها البيولوجيكال اكتيفيتي بصفي في عندي الى الشيء المهم اللي هنا، اللي هو انه انا اتوقع اكتيفيتي للانون كومباوند ماشي. انا بامكاني اتوقع الاكتيفيتي للانون كومباوند، وتوقع الاكتيفيتي للانون كومباوند بوفر علي ملايين ماشي. مثال على هذا الحكي، ناخذ مثال كثير بسيط. في عنا شيء بنسميه هانش ابروش، في عنا قيمه اسمها بنسميها لوج بي، ولوج بي هي عباره عن فاكتور كثير مهم في الادويه، واللوج بي هي عباره عن ميجر للدراج هيدروفوبسيتي which was selected as a measure of its ability to pass through the cell membrane. نفهم شو اللي قاعدين بنحكي فيه. اللوج بي هي عباره عن قيمه تحسب لاي دواء ماشي، وبتعطيني مؤشر على الهيدروفوبسيتي ماشي، نستخدمها حتى تعطيني مؤشر انه هل الدواء اللي احنا او الدرج اللي احنا او الكيميكال ستراكشر اللي احنا عاملينه عنده القدره انه يمر من خلال السيل ممبرين. لانه اذا ما مر من خلال السيل ممبرين فعليا الخليه ما راح تستفيد منه، فبالتالي ما راح الجسم يستفيد منه. لوج بي اختصارا اللي هي زي ما انتم شايفين لوج بي او على دبليو، وهي بتعكس اللي هي سوليوبيليتي اوف درج ان اوكتانول ماشي مقارنة في الوتر. ليش الاكتانول؟ الاكتانول بمثل اللي هي الليبيد باي لاير اوف ذا سيل معناته، والوتر بمثل الفلويد وذن ذا سيل معناته. اللوج بي هو بيعطيني قيمة حسابية على ريليتيف سوليبيليتي الى الدراج نفسه في الاكتانول مقارنة في المي. بمعنى اخر لوج بي ماشي بيعطوني مؤشر انه هل هو عنده القدرة انه يدخل لغاية السيل ولا بده يضل برا ماشي. لوج بي الفاليو تبعتها هاي بامكانها نحسبها، بامكانها كان بي ميجرد اكسبيرمنتالي اور مور كومنلي كالكوليتد، بامكاننا نحسبها اما اكسبيرمنتالي او كالكوليتد. ممتاز، ناخذ مثال. على سبيل المثال هاي اللوج بي، لاحظ لوج بي هي عباره عن لوج سوليبيليتي او على دبليو، او اللي هي للاكتانول على الوتر. لو اخذنا هذا المركب، هذا المركب طبعا لاحظ انه اللوج بي تبعته للاروماتيك هي عباره عن جداول موجوده عندنا. بجوز الناس اللي اخذت سبكتروسكوبي او الناس اللي يعني لما بناخذ كمان شوي كيمياء بنلاحظ انه احنا في بعض القيم هي عباره عن جداول. بشكل عام قيمه لوج بي لاي اروماتيك رينج هي عباره عن 0.780 ماشي. 7 هيدروجين اون كربون كل واحده عباره عن 1.58. 1 كربون لاحظ انه في عندنا هنا سي اتش ماشي، قيمة البوند هي عبارة عن ماينس 0.120. لاحظ هذه عبارة عن قيم موجودة على شكل جداول.
واحد الكيل جروب اللي هي 0.195. فبالتالي المركب كله لو جمعناهم كلهم مع بعض راح تطلع عندي انا قيمه لوج بي اللي هي 2.924. معناته لوغاريتم لوج بي هو عباره عن قيمته 2.924. هلا راح نشوف الوضع بطريقه ثانيه. احنا حسبناها يدويا سم ماشي في عندي حسبناها يدويا. راح نشوف انه بامكاننا نحسب هذا المركب نفسه. هذا المركب نفسه لو طلعنا على سبيل المثال راح نعمل نخرج من اللي بين ايدينا ونروح ل على سبيل المثال الكيم اوفيس 3 دايمنشن وراح نرسم نفس المركب. اذا بتذكروا احنا اخذنا الكيم اوفيس 3 دايمنشن وراح نرسم نفس المركب اللي بين ايدينا. هي انا عندي هنا خلينا هذا انا ما بدي اياه، هو عباره عن بنزين رينج. خلينا نرسمه مع بعض زي ما تعلمنا. هاي انا عندي هنا ممتاز، هاي المركب. هاي انا عندي هنا هاي عباره عن سي اتش 2 ماشي، وعندي انا هنا عباره عن بي ار. ممتاز، نتأكد انه هو نفس المركب اللي بين ايدينا. هاي نفس المركب اللي بين ايدينا، هو عبارة عن بنزين رينج سي اتش 2 و بي ار. لو رحنا كمان مرة على هاي المركب اللي احنا رسمناه زي ما تعودنا، هي موجودة عندي على ال 3 دايمنشن، وخلينا نعمله بس عملية سيلكت. هاي ايديت سيلكت وين سيلكت اول، هاي سيلكت اول، هاي اخترنا المركب تبعنا، او بطريقة ثانية هاي اخترنا مركبنا. ممتاز، بامكاني اروح باستخدام الكم 3 دايمنشن كالكوليشن، بامكاني اقول له والله كمبيوت بروبرتيز، واللي انا بدي اياه هو عبارة عن هاي لوج بي درايفر. هاي بدنا نحسب، لاحظ في عندي انا هنا نوعين، في عندي البارتيشن كوفيشنت اللي انا بدي اياه اللي هو اللوج بي او المول ريفراكتيفيتي. هاي اوكي، وهي في عندي انا هنا هاي الحسب لوج بي درايفر بارتيشن كوفيشنت قيمته 2.924. ماشي، نتذكر شو الرقم الموجود عندي انا هنا اللي اوريدي محسوب اكسبيرمنتالي، هو هيو 2.924 طبعا، واكسبيرمنتال الرقم نفسه. فلاحظ انه في عندي انا هنا استخدمت الكم اوفيس 3 دايمنشن حتى اطلع قيمه اللوج بي. مثال ثاني، هي انا عندي هنا امثله ثانيه، هي مثال ثاني، هذا متروك لكم جربوه. ماشي، لاحظ انه هاي انا في عندي هنا وحسب قيمه ار، اذا حسب قيمه ار حسب قيمه اكس. ماشي، وهي قيم لوج بي المحسوبه ومقارنه فيها. برضه هذا المثال لكم، هاي مثال ثاني. هاي في عندي بعض المركبات اللي ممكن احنا نحسبها هاي الكالكوليتد باستخدام الكيم اوفيس. ماشي، فاكتور ثاني ممكن نحسبه اذا انتبهتوا لما حسبناها اللي هو بنسميها المولر ريفراكتيفيتي، عباره عن ميتشر للتوتال بولاريزابيلتي اوف 1 مول اوف سبستنس. تمام، وبتعتمد على temperature والاندكس اوف ريفراكشن او الاخره. نرجع للكيم اوفيس 3 دايمنشن، نفس الشيء بامكاني اروح للكالكوليشن، هاي كالكوليشن كمبيوت بروبرتيز. هون في عندي انا هنا لوج بي وبدي احسب المول ريفراكتيفيتي، وهي اوكي، وهي الرقم عندي انا هنا المول اللوج سي لوج بي هو عباره عن 3.929. ماشي، لاحظ ما دام احنا هنا بدناش نربط المواضيع بالبعض، وفي عندي انا هي كالكوليشن، في عندي انا هنا في الموليكيولر بروبرتيز احنا طبعا اجلناها. ماشي، في عندي كمان شغلات ثانيه يعني بسوى انكم تطلعوا عليها. ماشي، ويعني احنا هلا مهتمين فقط في اللي احنا حكينا عنه. ممتاز، معناته هاي هي المقدمه اللي فعليا احنا بنحكي عليها خلال الفترة الجاي. ابتداء من المحاضرة الجاية ان شاء الله رح نبلش في السبريد شيت، رح ناخذ بالتفصيل ورح ناخذ محاضرتين مينيمم على كيف نتعامل مع سبريد شيت، واكزامبلز كثيرة من السبريد شيت. في نفس الوقت رح يكون عندك كل سبريد شيت اللي احنا بنستخدمها رح تكون نازلة عندنا از اكسل، بامكانك تفتحها من الاكسل زي ما تعلمتوا مع دكتور خلدون. ماشي، وتطبقوها مباشرة. تمام، الله يعطيكم العافية ونلتقي في المحاضرة الجاي. شكرا لكم، السلام عليكم.